فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص يقودها شخص مبحوث عنه مختص في ترويج المخدرات بنوعيها الصلبة، الكوكايين والكيف المعالج، أين تم حجز ما يقارب كيلوغرام من الكيف المعالج و186 غرام من الكوكايين بالإضافة إلى المركبة المستعملة في عملية الترويج والنقل. التغطية لطارق دريدي. تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من تحييد عمل شبكة إجرامية يقدر عددها ب5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 41 سنة. هذه الجماعة الإجرامية كانت تقوم بالترويج والمتاجرة في المخدرات بنوعيها كيف معالج وكوكايين، كما كانت تقوم كذلك بتقليد أختام الدولة بالإضافة إلى تزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية وكذلك في انتحال هوية الغير. تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات تقدر بحوالي 831 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 186 غرام مادة الكوكايين بالإضافة إلى سيارة مزورة كانوا يستعملها أفراد هذه العصابة أثناء تنقلاتهم.